خلينا بقى نروح دلوقتي لخبر تاني جميل جدا. وامبارح دكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة كرم الطفل المعجزة عمر زكي والي. عمر زكي علي والي صاحب السبع سنوات وابن قرية منية سندوب التابعة لمركز المنصورة والطالب بالصف الثاني الابتدائي، وده بعد حصوله على المركز الأول على مستوى العالم في مسابقة الحساب الذهني الدولية 2022 واللي أقيمت في تايوان الحد اللي فات واللي شارك فيها أونلاين. رئيس الجامعة سلم الطفل المعجزة درع الجامعة بالإضافة إلى شهادة تقدير تكريما ليه ولتميزه وفوزه المشرف في البطولة واللي رفع خلالها اسم مصر في حدث عالمي. وقال رئيس الجامعة أن الطفل المعجزة يعتبر فخر لمصر مش بس محافظة الدقهلية لفوزه في بطولة دولية شارك فيها 325 متسابق من 32 دولة على مستوى العالم وكمان تمكن من الفوز بالمركز الأول. ووجه كمان رئيس الجامعة منح الطفل منحة مجانية من الجامعة لو استمر في تفوقه، يعني مشروطة لو استمرت في التفوق والتحق في المستقبل بجامعة المنصورة. وقال كمان انه هتتم مخاطبة أكاديمية البحث العلمي لاستثناء الطفل من شرط السن للالتحاق بجامعة الطفل بجامعة المنصورة لتميزه ونبوغه العلمي. خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن الموضوع ده من ضيفنا اللي منورنا على الهاتف دكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة. صباح الورد عليك يا دكتور. صباح الفل استاذه مها والاستاذ ياسمين وبالساده المشاهدين. اهلا بحضرتك. لو نعرف من حضرتك بقى ايه موضوع الطفل المعجزه وايه قصته؟ هو طبعا انا بستطلع دايما السوشيال ميديا يوميا ففوجئت ان في تكريم لابننا والطفل عمر زكي وانه تميز على مستوى العالم وانه حصل على المركز الاول على مستوى 32 دوله عن طريق مسابقه دوليه اونلاين عن الحساب الذهني الدوليه وكان مشارك فيها 325 زي ما حضرتك ذكرتي. الحقيقه طبعا انا طلبت اتعرف على الطفل فجه حضر بالامس والحقيقه طفل بسم الله ما شاء الله ربنا يحفظه ويحفظه لاسرته ومصر كلها. الطفل له قدرات خاصه وعنده نبوء وعنده استعداد للتفوق والتميز فكان لازم عليا كجامعة المنصورة وان احنا نتبنى الاطفال منذ الصغر لان الطفل ده ان شاء الله ما يخلص الثانوية العامة هيلتحق باحدى الجامعات المصرية فانا بدوري عايز اجذبه لجامعة المنصورة وعايز انميه علميا وثقافيا ورياضيا. فالحقيقة تعرفت عليه بالامس والاول مرة يمنح طفل بالسن ده شهادة تقدير ودرع الجامعة لان ده هيترك اثر طيب في نفسيته دائما ويتميز ويكون حريص على هذا التميز. فايضا اقترحت وده اتوافق عليها ان شاء الله ان يتم منح عضويه مدى الحياه في القريه الاولمبيه لان سالته بقول انت بتحب ايه في الانشطه الرياضيه؟ قال لي بحب العب كوره. قلت له خلاص تاخد عضويه مدى الحياه في القريه الاولمبيه وهندخلها طبعا مجلس الجامعه القادم. ايضا عندنا جامعه اسمها جامعه الطفل ودي برنامج ممول من الاكاديميه البحث العلمي بس بيشترطوا العضويه فيه ما يقلش الطفل عن 9 سنوات. فتم مخاطبه الاكاديميه البحث العلمي بالامس وفي انتظار الرد النهارده على استثناء الطفل عمر من سن 9 سنوات ويلتحق لان ذكائه. بس حضرتك كمان منحته منحه مجانيه لتصميم روبوتات فبجامعه هندسه فحضرتك شايف ان طفل او كليه هندسه انا اسفه حضرتك شايف ان طفل عنده 7 سنوات هيبقى قادر ان هو يصمم روبوتات وياخد المنحه دي؟ هو بالامانه كليه الهندسه عامله نشاط فريد جدا لابناء اعضاء هيئه التدريس في كليه الهندسه. بيجوا في اجازه نص السنه وفي اجازه الصيفيه بيعملوا برامج تتناسب مع ذكاء الاطفال وبيجيبوا لهم متخصصين في مجال الصناعي الذكاء الصناعي وكذلك في الروبوتات. فانا كلمت السيد دعمت كليه الهندسه فوافق على الحاق الطفل في هذا البرنامج من يوم 28 يناير. طيب دكتور عايزين نبسط المعلومه اكتر للمشاهدين ونوضح لهم ايه المقصود بالحساب الذهني. هو طبعا دي عمليات حسابيه مركبه الطفل بيستطيع ان هو يوجد نتائجها بدون استخدام ورقه وقلم ولا حاسب. يعني من خلال عقليته الذهنيه. بس دي حاجه مهمه جدا يعني. طب ايه اللي ممكن يعني موهبه زي دي استثنائيه وقدرات زي دي استثنائيه عند الطفل ده يعني ازاي نقدر ننميها؟ عمر ازاي نقدر ننمي هذه القدره ونستمر فيها وما ما يقعش بقى ضحيه انه يتعرض لحاجات تعمل له يعني
تبوظ له القدرات بتاعته. لان احنا دلوقتي بنتعرض لحاجات كتير قوي يعني، وفي حاجات كتير قوي زائفه وحاجات كتير قوي غلط. اعتقد ده المفترض، ان في مدارس متفوقين في الثانويه العامه لو نزلنا شويه واخدنا مدارس متفوقين على مستوى المرحله الابتدائيه ومرحله الاعداديه هيتم تبنيه على مستوى الدوله. فدي مرحله محتاجه اهتمام به اهتمام خاص، لان الطفل بسم الله ما شاء الله خلص الكورسات بتاعته في المدرسه وما اقدرش ان انا امشيه على جدول زمني معين، يعني ما اقدرش ان هو يمشي حسب الجدول الزمني المعتمد من الوزاره، هو عنده استعداد يستوعب اكثر من ذلك. فلو انا لو وزاره التعليم التربيه والتعليم اهتمت بيه في هذا المجال، وطبعا فخامه رئيس الجمهوريه عنده اهتمام بالاطفال وبالشباب، وده هيكون بالنسبه لنا منتج كويس جدا جدا هيفيد الدوله في المستقبل، فلازم ننميه ونحافظ عليه. طيب يعني خلينا نقول انه كل انسان فينا بيتولد عنده قدرات دفينه، عنده مواهب، وبيبقى مهم جدا ان احنا ندي الفرصه للاطفال او اطفالنا ان احنا نكتشف مواهبهم او نشوف يعني مهاراتهم اكتر في ايه وننميها. ازاي الاهل ممكن يعملوا ده مع اولادهم؟ هو طبعا التربيه وحسن يعني والحوار مع الطفل، اكتشاف مواهبه. ما يعني الطفل يبقى عايز يفك موبايل، يعني نسيبه يفك الموبايل، عاوز يدخل على اللابتوب ويلعب على برنامج معين، نسيبه يلعب تحت الرقابه بتاعتنا ونسيبه يكتشف موهبته. وبالتالي بمجرد اكتشاف ان الطفل ده عنده موهبه في حاجه معينه، يعني المفترض احنا ننميها ونساعد عليه. صحيح صحيح. بنشكرك شكرا جزيلا دكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة، وصباحك صباح الورد. أعتقد الرسالة الأخيرة هي لعم ياسمين، لأنه في أهل كتير بيجبروا أولادهم على اتجاهات ممكن تكون هم مش حابينها، ويجبروا ناس عندها اكتئاب. ليه اكتئاب؟ لأنه مش متحققين. يعني مثلا الدكتور اللي عنده سنتر طبي أو عنده عيادة ومصر أنه ولاده يطلعوا دكاترة، يطلعوا دكاترة، أو مثلا اللي عنده يعني سنتر تجميل ومصر أنه عشان ده بيزنس لازم ولاده يطلعوا دكاتره التجميل. طب ما ممكن يكون ولادك مش حابين اصلا يدخلوا المجال ده. وهكذا. فالمهن او المواهب ما بتتورثش، بدليل ان في نجوم كبار على فكره في الفن ولادهم ما اشتغلوش في المجال اصلا، مش ناجحين في الفن مثلا، ما جربوا، يا مش ناجحين طبعا، يا ما اشتغلوش اصلا في الفن لان كانت ميولهم مختلفه. فمش بالضروره ان انا مثلا ابويا ممثل ابقى انا ممثل، او ابويا مخرج ابقى انا مخرج، وهكذا. فادوا فرصه بس للاطفال ان هم يتنفسوا، ان هم يعبروا عن نفسهم، ان هم وتحت اشرافكم عشان ما يضروش نفسهم بس، انما سيبوهم ينطلقوا ويجربوا كل حاجه فعلا. بالظبط صحيح.